نهار اليوم كانت فرصة للجمعيات المحلية اللي نشطت معنا في إطار برنامج كابدال عبر المشاريع اللي طورتها 38 مشروع. كل المشاريع كانت لها سابق صبغة تنموية تمس بشعبة 36 مشروع، وكان مشاريع أخرى تدخل في إطار مبادرات استراتيجية تنمية اقتصادية. إذا هاد المشاريع هادول ذاتها الجمعيات كانت لها اليوم الفرصة باش تبين أن الجمعية لها قدرة على تنفيذ مشروع، لها قدرة على تنفيذ مشروع يخدم التنمية ويخدم الحكامة على المستوى الإقليم البلدي، والأهم من كل هذا هو على أنها قادرة على تنفيذ مشروع يدخل في إطار تخطيط استراتيجي للتنمية على مستوى الإقليم، لأن هذه الجمعيات قامت بتنفيذ مشاريع تندرج في استراتيجيات عمل مخطط بلدي للتنمية تم إعداده بمشاركة الجميع. كاين مشاريع اللي كانت عندها مخرجات اقتصادية مهمة. كنت قلت من قبل أن هذه المشاريع كلها استحدثت 350 منصب شغل، ولكن ما لازم نفرق ما بين المتعاملين الاقتصاديين والجمعيات. الجمعيات تنشط في إطار ما يسمى بالاقتصاد التضامني الاجتماعي التضامني، وفي هذا المجال قمنا باستحداث 350 منصب شغل، قمنا باستحداث تعاونية إنتاجية على مستوى مسعد في مجال القشابية والبرنوس، قمنا بإنشاء مؤسسات مصغرة في ميادين الصناعات التقليدية في مختلف بلديات، إلى ما إلى ذلك من نتائج اقتصادية محضة.